مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، دائما نحن في تغطية الفاجعة ديال الريان اللي كنتمناو أنها تنتهي بسلام وبخير وأنه يخرج سليم إن شاء الله وحي وترجع الفرحة للأم ديالو. للأم ديالو كنبغي نشير واحد الملاحظة بأن الأم ديالو في حالة يرثى لها، في واحد الحالة ما مسكينة، ما قادراش تصبر، ما قادراش، ما تتاكل، ما تتنعس، غير تتبكي. والناس حاولوا، بزاف الناس كيحاولوا يصبروها، بزاف الناس جاوا من بزاف المدن المختلفة كيحاولوا يصبروا الأم ديالو، ولكن صعيب الحال وأنا أتفهم. وجميع الأمهات اللي كيكونوا كيشاهدونا غادي يكونوا كيتفهموا، جميع المغاربة لأنهم تفاعلوا بزاف مع ريان. كنزيد نعاود نأكد أنني نطلب منكم دعوات ديالكم، ونبغيو ندعيو حتى مع السي عبد المجيد. السي عبد المجيد اللي هو سائق الحفارات، غنسميوه اليوم بطل في هذه القضيه ديال ريان. كيفاش كتخاطروا بحياتكم لان هذه قضيه خطيره؟ احنا باقيين مستمرين ان شاء الله. احنا كيفاش دازت الاجواء ديال الحفر؟ واش كانت صعيبه؟ مزيانه. دابا اللي صعبت علينا شويه لحقاش وقع الغرق شويه وهبطت هذاك الجبل اللي هبط، هو اللي دار لينا الاخر، دار لينا الموت. هذا هو اللي كاين. عاود لينا، حيت حنا كنا كنصوروا فاش طاحت هذيك الحافه، خلعت بزاف ديال الناس، صعيبه. تفاجئنا لحقاش صعيبه، راه كانوا، راه كيشتي فاش كانوا داخلين، وتا جاب الله احنا اللي نبهناهم باش ولاو رجعوا، باش ما كان هبطت عليهم كنمشاو. يعني كانت غادي تهبط عليهم، الحمد لله هبطت، ما نزلت على حتى شي واحد. شنو تبغي تقول اليوم العائله ديال ريان، ولا تقول ريان؟ هو حنا كاع تقريبا ريان ولدنا، دابا حنا كاملين، حنا انت كتشوفي حنا مضحيين معاه، نطلبوا الله التيسير وصافي. سعد مجيد، انت ملي بداو الحفر وانت متواجد هنا؟ ملي بداو حنا هنايا، حنا كاملين قاعد انت كتشوفي بحال جميع الناس. ما كاينش النعاس، وحنا كنطلبوا الله انه كنطلبوا الله التيسير. عاودين على المصاحب اللي واجهوكم وانتم كتحفروا باش تحاولوا تنقدوا ريان. لا، ما كان حتى شي مشكل. المشكل هو ديال خدامين عاديين، المهم خدمه حتى لهذا الصباح. هو اللي دابا هذيك هي اللي خلعتنا، هذيك الجبل هو اللي خلعنا، دابا خوفنا انهيار ديال ديك الحافه ديال ديك. كتبغي تدخل ولكن خايف، كتخاف. هذا هو اللي كاين. نطلبوا الله تيسير حنا ان شاء الله. شحال دابا من متر وصلوا في الحفر؟ دابا راه واصلين، دابا فايته 30. شفنا بان الحفارات حبسوا هداو، لان دابا على ما يريقلوا هذاك الفوقاني، هذاك الجبل الفوقاني خصو يتحيد، عاد ان شاء الله نبداو نخرجوا. وفوقاش غادي يبداو بالحفر اليدوي باش نتمكنوا باش يخرجوا؟ ما عنديش الصح دابا، ما عنديش الصح، خصنا تنحيدوا هذاك الشيء عاد يدخلوا. هذا هو اللي كاين، ما غاديش نقول لك الصح ما عنديش، ولكن كنقولوا النهار ان شاء الله. هذا هو اللي كاين ان شاء الله. حنا كنتمناو ان الطفل ريان يخرج معافى ان شاء الله. طلبوا الله، هذا هو اللي كاين. طلبوا الله، حنا انت كتشوفي احنا ما كاين لا نعاس لا والو، كنطلبوا الله يجيب الله التيسير. بارك الله عليك سي عبد المجيد، كنشكرك على المجهودات ديالك، كنشكر جميع الزملاء ديالك، صحابك اللي خدامين معاك، لانهم حتى هما صراحه ضربوا تماره. سهرانين انت تشوف، كلشي سهر كلشي. ولكن الا خرج ريان ربما هذا الشيء كامل غادي يمشي. الله الله، العيا يحيي لنا هذاك الشيء. هذاك هو علاش كنضربوا حنايا، امال هذا ما التمره ما سميتو، سمينا حنا والو. كيف جاك اليوم؟ بزاف ديال المغاربه جاوا من جميع المدن. البارح اكثر من هذا الشيء، والبارح عاوتاني. البارح والبارح اكثر من هذا الشيء، كاع بلوكين كاع. تهلاو فينا، جابوا لنا، كيجيبوا لنا الماكله، كيجيبوا لنا، المهم ما تخصينا حتى شي حاجه. الحمد لله، هذوما المغاربه. هذا هو اللي كاين. شنو تقول الاب ديال ريان او الام ديالو؟
نطلب الله يفرحوا ان شاء الله، حنا كنديروا المجهود ديالنا باش ان شاء الله يفرحوا ان شاء الله، والام ديالو الله يحسن عوانها مسكينه حتى هي عاوتاني راه مألمه اكثر منا هنا. كنطلبوا التيسير نجبدوه ان شاء الله حي ان شاء الله. شكرا سي عبد المجيد، كنشكرك على المجهودات ديالك، كنشكروا جميع المغاربه، كنشكركم على التتبع ديالكم. كانت معكم مريم فسحي خلف كاميرا، اشرف عوينه دنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.